خلونا دلوقتي نروح لأبرز الكواليس والفعاليات اللي جاية في مهرجان العالمين مع زميلتنا جمانة ماهر، واللي هتعمل لنا لقاء مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المتحدث باسم مهرجان العالمين. أهلا بيكي يا جمانة وبضيفك الكريم. اهلا بيكي يا باسانتو، اهلا بكل مشاهدين القناه الاولى في كل مكان. زي ما احنا متابعين مع الساده المشاهدين الحقيقه من بدايه فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه من اول 11/7، احنا معاكم ثانية بثانية وكل يوم بننقل لكم كل اللي بيحصل في مهرجان العالمين اكنكم موجودين بالظبط. دلوقتي انا معايا طبعا الزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، ويعني منورنا، خلينا نعرف منه تفاصيل كمان كتير عن المهرجان اللي هيحصل في شهر 8، لانه اكيد شهر 8 هيبقى فيه مفاجآت اكتر، صح؟ صح. ازيك يا جماعة؟ ازيك يا ابراهيم؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. بمسي على كل المشاهدين طبعا، وبمسي على بسنت. مساء الفل بسنت، اخبارك ايه؟ اولا بهنيك طبعا على تعيينك متحدث رسمي باسم مهرجان العالمين انت وزميلة عزيزة لمى جبريل، واكيد صورة مشرفة للمهرجان. ويمكن فكرة وجودك في نص كده المهرجان يا ابراهيم اكيد بتحط عليك مسؤولية كبيرة، لانه في نسخة قبل كده ناجحة، وفي شهر كمان تقريبا عدى ناجح جدا وقوي جدا، والشهر بقى اللي جاي كمان هيبقى اقوى واقوى ان شاء الله. اول حاجه دي يعني مهمه او تكليف انا بتشرف بيه جدا ومبسوط بيه جدا. لسه حتى كنت بدردش معاكي وبقول لك انا مش شخصيه بتاعه ساحل خالص، فانا جاي بستكشف، فببسط من الحاجات اللي انا عمال استكشفها كل يوم عن التاني. يعني انا اول مره اجي العالمين وشفت حاجه، يعني ده اللي انا عمال اتكلم فيه بقالي يومين. امتى على الست سنين اللي انت ما جيتهمش؟ اه والله، لا فعلا، اصل انا من يعني اخر الوقت جيت فيه الساحل كان اللي هو مارينا 7 دي، اخر ما فيش حاجه اسمها عالمين اصلا، فاهمه؟ ففجاه الحته اللي هي كانت صحراء تلاقي فيها كل اللي انت شايفاه ده. وبعدين انا برضو كان الانطباع اللي عندي وعند ناس كتيره انه العالمين ده شويه ابراج ومنتجع وفندق وكم شاطئ كده وخلاص والموضوع اتقفل. انا جيت لقيت هنا مدينه، يعني في جامعه وفي حياه وفي ناس وفي شواطئ وفي ناس بتشتغل والفنادق كلها فولي بوكد، يعني لقيت الدنيا، لا يعني الدنيا فيها نبض حياه كده مختلف تماما عن اللي انا ممكن اكون متخيله، او لو حد سمع بس عن العالمين مختلف تماما عن السمع. فدي حاجه مخلياني عارفه اللي هو ايه، انت جايه اكنك بتعملي ادفنتشر، فاهمه؟ كل شويه بتستكشفي حاجه، بتشوفي حاجه جديده، حاجه ما كنتيش شفتيها قبل كده او حتى لو سمعتي عنها بس انت مش متخيله ان هي بالحلاوه وبالجمال ده. يعني فعشان كده مبسوط جدا جدا جدا. يعني اول ما سمعت الخبر كان ايه احساسك، او حسيت انت وراك ايه بقى؟ عارف في ساعات مكالمات كده بتجي لنا بتحس انت وراك حاجات كتير جدا تعملها. والله انا ما لحقتش احس، هم قالوا تعالى تيجي دلوقتي. ايوه اجي اعمل ايه، تعالى بس وهنفهمك. فجيت لقيتني عارفه اللي هو يعني اللي هو لقيت ابو تعرف فيه اللي زقني، فاهمه؟ اللي هو لقيت نفسي هنا، فاهمه؟ ما لحقتش احس حاجه، بس لما جيت بقيت اكسايتد جدا بالموضوع، لان زي ما بقول لك انا جاي بتشوفي حاجه انت اصلا مش متخيله ان هي بالجمال وبالحلاوه دي. وبعدين في كم تفاصيل هنا لما شفتها، وانا بص انا بحب دايما لما اطلع اتكلم حاجه حتى في شغلي اتكلم عن حاجه من قلبي، يعني حاجه انا مقتنع بيها وشايفها وحاسس بيها عشان اعرف اكلمها واقولها للناس يعني. فنزلت اول يوم ده عامل زي القراده، قعدت الف عشان عايز اعرف اللي انا هتكلم عنه ده هيبقى ايه. مش عايز ابقى اللي هو بقى حاجه معلومات مجرد جايبها، لازم تشوف بنفسك، عايز اشوف فبصي انبهرت وبسطت جدا. المدينه مدينه العالمين كبيره جدا، فيها تفاصيل كتيره جدا. احنا دايما كنا بنقعد نقول يا جماعه والنبي اللي يشتغل في التشييد وفي البناء وفي الكونستراكشن ياخد باله من التفاصيل اللي هي بتاعه ان انت تبقى لين مش عارف للمشي والدراجات والزرع والشوارع تبقى واسعه والصرف والاماكن السبيشال نيد. اه انت هنا كل حاجه ليترلي موجوده. الحاجه بقى كمان اللي بسطتني جدا 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 هنا ان انت هنا في الساحل ومش في الساحل. يعني ايه الساحل؟ دايما الناس واخده عنه انطباع ان انت هتكوعي دم قلبك وان انت هتصرف فلوس كتير جدا وان انت الساحل ده مقتصر على فئه معينه من الناس. انا هنا قسما بالله العلي العظيم شفت كل شرايح المجتمع المصري اللي متعوده ان هي تسافر وتصيف شفتهم هنا. نزلت سوبر ماركت لقيت الاسعار بتاعته هي زي الاسعار في القاهره. اي ريستورانت هتقعدي فيه او كافيه تقريبا، انا عايز اسال واتاكد من القصه دي، انا حاسس ان هو توجه ان يا جماعه انتوا هتشتغلوا بنفس اسعاركم اللي في القاهره، الاسعار مش تبقى دبل وتريبل. شفت يعني اهالينا واخواتنا كلهم موجودين من مختلف الطبقات اللي هي الطبقه المتوسطه بتاعتنا موجوده جدا هنا. الناس واخده بالها من كل التفاصيل زي ما انت قلتي، ذوي الهمم ليهم انشطه وفعاليات وتم الاعتناء بيهم في كل حاجه تخصهم.
اللي عايز يتمشى هيلاقي ممشى بعرض مد البصر يقعد يتمشى فيه وشايف البحر طول ما هو ماشي، ويلاقي كافيتريات وكيوسكس يقدر يجيب منها حاجه يشربها ولا ياكلها، اللي عايز حاجه فانسي اكتر هيلاقي، اللي عايز يقعد في اوتيل جامد جدا هيلاقي، اللي عايز شاليهات وشقق بايجار اقل شويه هيلاقي، يعني كل حاجه متوفره، وكل الحاجات دي في مدينه واحده بنفس كواليتي الخدمه او الكواليتي اوف سيرفيس، اللي كل الناس تحس ان هي بتعامل معامله مش بس ادميه، لا ده معامله ريد، يعني زي بيقولوا ريد كاربت سيرفيس وفايف ستارز سيرفيس، وده كله في بلده، وده كله وذين البادجت اللي هو جاي عايز يبسط بيها او يبسط عياله بيها. فعشان كده مبسوط جدا 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 بصراحه باللي معمول هنا. واكتر حاجه مسيطره عليا هنا بصراحه هي المعنى بتاع جبر الخاطر، ان انا حاسس ان اللي عمل المكان ده جبر خاطر ناس كتير قوي 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 كان نفسها تيجي الساحل ومش عارفه تيجي الساحل، لان برضو خباك في شريحه كبيره جدا من الشعب المصري كان متعود يصيف في اسكندريه، فالمصيف بتاع اسكندريه مش يستحمل الاعداد المهوله دي، وطبعا مع السنين ومع الاعداد ومع ممكن ما تعرفيش تاخدي نفس مستوى الخدمه في الاماكن في المساحه المحدوده دي. هنا مساحه كبيره بتغطي كل الناس، بتلم وبتساعد الاهتمامات بتاعه كل الناس. احنا عندنا كم انشطه لما نيجي لك معايير كمان الامان، يعني معايير الامان ان كان في الممشى زي ما انت بتتكلم او حتى على الشاطئ المجاني، معايير الامان معمول حسابها بشكل كبير جدا، ودي نقطه مهمه. ده حقيقي فعلا. وبعدين هتلاقي كيدز اريا للعيال، الشباب عايزين يقعدوا، والله العظيم ام عايزه تقعد مع اصحابها وتسيب العيال يفرهدوا في اي حته، هتلاقي واحد عايز يقعد هو واصحابه، يعني تحسي ان ما في صيدليه موجوده، سوبر ماركت موجود، كل حاجه متاحه واكسسبل وريتشبل للناس ان هي تقدر تستخدمها وتتبسط بيها، ومش باسعار مغاله فيها. يعني الواحد متعود دايما ازازه المايه مثلا لو في القاهره مثلا سي مثلا ب 5 جنيه، هنا هتلاقيها مثلا ب 70 جنيه. ليه ما تعرفيش؟ هي نفس ازازه المايه بس يعني عمال ما تاخد الطريق بتاع نقول السهل الطيب والسهل الشرير والقاهره بقى عادي. هنا كل حاجه موجوده عادي كانك قاعده في القاهره، يعني البادجت انت هتصرفيها في مصر او في القاهره يعني هتصرفيها هنا عادي جدا وانت قاعده في العالمين. فاللي انا شايفه ده بكمان حاجه دايما كنا انا بتكلم بمنتهى الصراحه، حاجه دايما كنا بنقعد نقول عليها ايه يا جماعه، احنا بنعرف ننشئ الحاجات والمشاريع كويسه قوي، بس مش بنعرف نهتم بيها او نصينها او نعمل مينتيننس كويسه. انا كنت بسجل هنا مع محمود زميلنا في صباح الخير امبارح الصبح، محمود جميل في صباح الخير مصر، فداخلين الساعه جينا هنا الساعه يمكن 9:15 ولا 9:15 كده، انا لقيت الحته دي دبانات ناس تيم نظافه موجود والناس بتنظف الروح هنا الحياه يا ابراهيم هنا صحيح. فالناس عامله مينتيننس زي الفل عشان تحافظ على المكان اللي اتصرف عليه ملايين ومليارات ده، ان هو يبقى طول الوقت في احسن شكل واحسن كفاءه معينه عشان الناس اللي تيجي تتبسط بيه، ونحافظ على الاسد دي والاصول اللي احنا عملناها. صحيح، يعني انا بحييك الحقيقه ابراهيم، واضح فعلا انت لفيت كويس قوي في المدينه عشان تقدر تاخد بالك من كل التفاصيل دي، لان التفاصيل بالفعل كتيره قوي، ومش بس فكره انها كتيره، انت لازم تبقى واخد بالك من كل حاجه بتحصل في وسط كل التفاصيل دي، وده مجهود خليني اقول لك مش بس مضاعف، ده مجهود كبير جدا، عشان كده بهنيك بس ربنا يعينك برده. بصي والله انا اكتر حاجه مبسوط بيها جدا 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 ان انا شفت عائلات كتيره قوي، يعني شفت عائلات كتير وشفت ولاد صغارين كتير وعائلات مصريه جايه تتبسط، دي حاجه بسطتني جدا 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 جدا. وقعدت اتكلمت مع ناس منهم وقعدت ادردش معاهم في شويه تفاصيل، ناس مبسوطه وناس حاسه ان هم اتوجد لهم متنفس ان هم يرجعوا يقولوا احنا رحنا الساحل. عارفه اطفال كمان يا ابراهيم، يعني الاطفال بص يعني حتى لو انت تتكلم على بيرنتس اولياء امور ناس كبيره هيتكلموا معاك ويقولوا لك المكان لطيف اكيد، بس لو الاطفال كمان مستحيل ان هم يعرفوا يقولوا لك اي حاجه غير بجد. الحقيقه الاطفال بجد مبسوطه جدا هنا، فكره ان في سبيس، في مكان كبير بيقدروا يتحركوا فيه قدام اهاليهم من غير ما حد يبقى ماسك ايديهم طول الوقت، العجل شفت كمان باتيناج او سكيتس كتيره قوي موجوده. وبعدين انت هنا كمان بتوفر لهم نقطه مهمه جدا يا جمانه، برضو بحب اتكلم بمنتهى الصراحه، اي عيله جايه كانت عايز تيجي الساحل قبل كده، هو ما عندوش غير تو اوبشنز، يا اما يبقى عنده حاجه ملك في الساحل which is بارقام كبيره جدا، يا اما ياجر حاجه في الكومباوندز دي which is برضه بارقام كبيره جدا، او انه يعني ياجر في حاجه بعيده
عشان تبقى أرخص كتكلفة إيجارية، ويبتدي يتسحل في المشاوير هنروح ننزل البحر فين، والنبي بعتولنا كم كودز الرهيبة، البار كود والكيو آر كود والإتش كود والإس كود والحاجات الرهيبة اللي بتتبعت في تحس إن أنت بتستهلكي عشان تقضي يوم في الساحل، وده سبب بالنسبة لنا أنا بقيت أجي الساحل بقالي ست حلت يا إبراهيم. آه والله، هنا هو الراجل بيجي يلاقي مكان، انت عايز تدفع كام يا معلم، عايز اوتيل 7 ستارز موجود، عايز شاليه موجود، عايز شقه موجوده، عايز حتى اوتيل ببادجت اقل موجود، اوتيل ببادجت قليل موجود، كل الحاجات موجوده. طب انت قعدت خلاص في العالمين، سيب لنا نفسك بقى، انت هتلاقي جنبك السوبر ماركت تروح تجيب اكلك لو انت مش عايز تاكل بره البيت او الشاليه او المكان اللي انت مأجر فيه، هتلاقي مكان عيلك تلعب فيه في الشارع، يعني مش لازم تخش حته وتدفع فيها فلوس عشان عيالك يتبسطوا، لا انت ماشي في الممشى هتلاقي مراجيح وزحاليق وحته تجيب تشرب منها حاجه، يعني الدنيا لطيفه، تحسي ان اللي جاي ما بيبذلش مجهود ياخد اجازه، المعنى الحرفي انه جاي ياخد اجازه. طيب بما انك قلت بقى هتيجي العالمين، هقطع كلامك، انا اسف جدا جدا، يعني ده غير الشاطئ العام، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بحيي عليها جدا 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 المسؤولين عن العالمين، انه برضو الناس كانت بتشتكي على انه على مر طريق الساحل من اسكندريه المطروح البحر مقفول في الكومباوندز والقرى. طب هنا بقى عندك شاطئ هنا، مش عايز بس اقول اسم الشاطئ الخاص اللي جنبه، يعني لازق في لازق جنب شاطئ خاص، حاجه فله الفلل، يعني حاجه جميله وحلوه. اي واحد سيرفيس هناك او الخدمه هناك والكواليتي هناك مش زي ما احنا متعودين، للاسف في بعض المشاهد كنا بنشوفها كانت بتبقى صعبه جدا، لا هو حقيقي هنا السيرفيس نفس الخدمه اللي بتقدم زي ما قلت في الشاطئ الخاص، دي حقيقه بالظبط كده، ده حقيقي. طيب ابراهيم، بما انك قلت بقى دلوقتي هرجع تاني الجمله انت قلتها، قلت انت تيجي العالمين تسيب لنفسك خالص، هو فعلا هو اللي بيجي العالمين بجد بيسيب نفسه، يعني كل الاكتيفيتيز موجوده بقى، كل الانشطه موجوده، عايز رياضه موجود، فن موجود، حفلات غنائيه بقى، الفن تحته بقى حاجات كتير قوي، حفلات غنائيه، مسرحيات، سينما، كل حاجه موجوده. خليني اعرف منك كده شكل الفعاليات هتبقى عامله ازاي في شهر 8، لان شهر 8 احنا بالنسبه لنا الصيف اكتر كمان شهر 8، وحتى السياحة بتكون أكتر شهر 8، فعرفتي كده إيه الأكتيفيتيز اللي هتكون أهم الفعاليات اللي هتكون موجودة خلال شهر 8؟ هديك هنت، هتعرفي إزاي الناس مخططين، وطبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصراحة عاملين جهد جبار المهرجان جبار جبار، يعني هوديكي حاجة هتوريك هنت هو التفكير والاستراتيجي والبلاننج معمول إزاي. يوم 1 أغسطس حفلة كاس 90 بكل النجوم اللي جيلنا كله اتربى عليها، محمد فؤاد بقى وإيهاب توفيق وخالد عجاج وهشام عباس وحميد الشعاري. يوم 30 أغسطس ويجز، فانت لك أن تتخيلي، ده يديك إنديكيشن الناس مفكرة إزاي. انت الناس اللي هم مواليد 70s و80s وشوية ما تدوسش قوي على الموضوع ده، دول الناس بتوعهم هم موجودين معانا، والجن زي والتين ايجرز دلوقتي اللي بيحبوا ويجز هم موجودين. يا عم احنا جايبين لك كل حاجة، مقفرين لك الشهر من أوله لآخره، انت مفيش حاجة هيبقى نفسك فيها في الجزئية الفنية مش هتلاقيها هنا. 8 9 10 حفل مسرحية السندباد بتاعت النجم الكبير العسل كريم عبد العزيز. النهاردة موجود حفلة الموسيقى العربية بتاعت الملحن الذي لن يتكرر الأسطورة، يعني أسطور ملحن القرن بالنسبة لي بليغ حمدي. فاللي عايز يتسلطن جايبين لك الموسيقى العربية هتسلطنك بكل شغل بليغ حمدي اللي عمله مع العظام والكبار. عايز ويجز جايبينه لك، وامبارح كان في حمزه وبستان وموجود كود مصر وهايدام كانوا موجودين امبارح في المسرح الروماني. عايز نجوم بقى البوب الموجودين دلوقتي كلهم، عمرو دياب بتامر حسني بكل موجودين. عايز خليجي جايبين لك كاظم الساهر، احنا بص محزمين لك المنطقه، يعني مش هتلاقي حاجه مش موجوده اللي انت عايزه، يعني فاهم، عارف انت محمد منين، انا عايزك الشريط ده كان فيه كل المغنيين، محمد فؤاد ومحمد منير وعمرو دياب، كل جبنا الشريط بتاع محمد منين، كل الناس كانت بتغني في الشريط ده. فاحنا كل حاجه معموله الحمد لله هنا بشكل كويس جدا، ودي حاجه برضو، ما هي دي برضو بتديك انديكيشن لإيه. أنا النهاردة لما اللي خطط للعالمين واللي رسم للعالمين هو بيخطط لها وشايف كل الناس، شايف كل الشرايح، من كل بقى بمعنى كلمة كل الشرايح، إيه، المادية، الاقتصادية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، هو شايف كل واحد من دول إيه النيدز بتاعته، إيه اللي هو عايزه، تمام،
وفي نفس الوقت انت اكيد تعملي فعاليات انت برضو خدتي بالك من الحته دي. مش كل الناس بتحب الموسيقى العربيه والحاجات القديمه بس، مش كل الناس بتحب التسعينات، ومش كل الناس بتحب ويجز جن زي بقى اللي هو بيبقى اكتر ويجز. صح، احاول اوفر لك كل الاذواق عشان ارجع تاني واقول لك سيب لنا نفسك. انت هتيجي هنا قاعد في العالمين، اي حاجه انت محتاجها مش محتاج تدور عربيتك وتروح لها، انت خلاص جيت قعدت في العالمين ركنت اتمشى بقى معلم، وعايز حفلات اللي انت بتحبها موجوده، عايز تلعب رياضه انت شفتي السبورتس ارينا. انا جايه لك لسه بقى دي حتتك بقى دي. انا جايه لك هنتكلم على الفيستيفال ارينا والسبورتس ارينا، وفي يمكن واحنا بنتكلم على الكوره بس في بيتش سوكر موجود، في مباريات مهمه جدا بتحصل ما بين الناس، فكره وجود الناس وهم موجودين مع اللعيبه اكنهم في 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 اوضه الهدوم بتاعت الاستاد او الملعب موجوده معاهم. طبعا تابعنا مباراه قويه ما بين اساطير الانديه المصريه واساطير الاهلي والزمالك، وكان في كمان امبارح كريمي بقى فكره كل الفعاليات دي، البادل موجود، باسكت بول موجود، بيتش فولي بول موجود، كل الحاجات دي بجد موجوده ان انت تجمعها في مهرجان. واحنا نقول مهرجان يعني كان ممكن مثلا نلاقي مهرجان العالمين ده مهرجان فني فقط او مهرجان رياضي فقط، كل التجميع دي صعبه، دي مجهود كبير جدا عشان تقدر تحقق ده. بص اقول لك على حاجه، انت عندك ميزه دي بتاعت ربنا في حاجتين. اولانيه هو ربنا سبحانه وتعالى حابه مصر بحاجات مش موجوده عند حد في الدنيا، يعني انت عندك ميه وشواطئ فعلا مش موجوده عند حد، يعني سافري وروحي وتعالي وفي كل حته. احنا عندنا شواطئ فعلا مش موجوده في اي حته ثانيه في الدنيا، كان بينقصنا بس استغلالها وان احنا نوفر حواليها مجموعه خدمات حلوه بكواليتي عالي عشان تعرفي تطلعي منها احسن استثمار ممكن. فده حصل هنا، يعني انت امبارح لما تشوفي الملعب اللي بيتلعب عليه ماتشات الكوره، هو الملعب اهو، صوره اهو، البحر اهو، فالملعب نفسه خطير، يعني انت واقفه يعني لو ما بتعرفيش تلعبي كوره تلعبي كوره، مفيش مجهود عشان تنقل الصوره. أيوة دي اصلا يعني انت احنا بنصور امبارح البحر اهو والملعب اهو، فالمنظر نفسه لما تشوفي الكادر من فوق منظر النجيله مع البحر وراها حاجه في منتهى الجماد، يعني جامده جدا وحاجه في منتهى الجمال اللي في الدنيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره الاكسسبيليتي، ان الناس وهي معديه في الممشى هم شايفين فكره الدخول او الوصول، وعبد الظاهر السقا، عبد الظاهر صبري، وميدو، وجمال حمزه، واحمد حسن، دول قدامهم هم بيلعبوا، عارف اللي هو انا ممكن امسكك اللي هو انت قدامي اهو بتلعب، وتصوروا معاهم، بيتكلموا معاهم، بيردشوا معاهم، اجواء كلها لطيفه وجميله وحلوه. فده كله بيخلي اللي موجود يحس ان هو كل شويه بيحصل له مفاجاه، فاهم ازاي؟ هو جزء من المهرجان، هو نفسه جزء اصلا من المهرجان، يعني هو وسط كل النجوم اللي بيحبها، هو حاسس ان هو نفسه موجود وسط الصوره اللي كان بيحبها زمان. اقول لك على حاجه، ودي النقطه الثانيه اللي هي نعمه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى لينا. في اماكن او في مناطق او في بلاد حدث واحد من دول يعني شقلب الدنيا، يعني انت لو قلتي يا جماعه ده في ماتش هيبقى في حازم امام وجمال حمزه وميدو وعبد الظاهر السقا، عبد الظاهر صبري واحمد حسن ومحمد فضل وحسام غالي جايين لكم، ده حدث. انت هنا ده فعاليه من وسط فعاليات، انت متخيله؟ فعشان كده اللي بيجي هنا بيحس ان كل حاجه متاحه وموجوده، هو بيفاجئ كل يوم انه بيسمع في البريس ريليز النشره اللي بتنزل كل يوم الاجنده بتاعتنا، عندنا ايه النهارده في فعاليات مهرجان العالمين الجديده، النهارده في حفله مش عارف مين، النهارده في سهره فين، النهارده في ماتش ايه، النهارده في مش عارف سبورتس تورنمنت مش عارف إيه. فهو يومه مشحون بحاجات كلها حلوه على حسب شخصيه بنتفاجئ. انا بقول لك على حسب هو الانتنشنز بتاعته او الهوايات بتاعته او توجهاته عامله ازاي، فنيه هيلاقي، رياضيه هيلاقي، ثقافيه هيلاقي، تراثيه هيلاقي، على حسب انت بتحب ايه هتلاقيه موجود. فدي حاجه في حد ذاتها بتخلي اللي جاي حتى بابسط حاجه مريح دماغه، هو انا مش عايز يا عم اروح اهلك في حته بعيده واقعد الف وبتاع، انا جاي هنا هلاقي كل حاجه موجوده وباحسن مستوى ممكن. فدي احلى حاجه بصراحه موجوده هنا ومخليه الناس حتى وانا بقابلهم، انت حتى اكيد شايفه يعني ناس ورانا في كل حته، تلاقي الشباب مبسوطين، الناس مبسوطه فرحانه، تحسي فعلا ان هم دي يعني ار سبيندينج جود فاكيشن، يعني هم مقضين وقت بالظبط كده، مفيش اي ضغط، مفيش اي طول الوقت انت عمال كنت بتجري عشان تلحق حاجات ما بقتش موجوده. الناس في حتى واحنا ماشيين دلوقتي لو انت يا ابراهيم الناس تتكلم مع بعض، كله ماشي بيتكلم مع بعض بيهزر مع بعض جدا بقى. بصراحه لقيتها هنا مفيش تكلف، دي
يعني ما فيش بقى اللي هو انا عشان انزل البحر فلازم اكون عامل ترتيبات قبلها ب 17 ساعه وجايب 600 حاجه عشان ما ينفعش انزل كده عشان عارفه لازم البوفتيك، لو ما جبتش البوفتيك هيبقى في مشاكل، الناس هتاكل وشنا. لا الناس عايشه حياه يا جماعه في اي حته في الدنيا وفي ارق، انا يعني مش بدون اسماء يعني رحت شواطئ يعني اللي هي الناس بتحكي عليه، ناس بمنتهى البساطه راح يجي راح يبسط، هو شبشب وميو بينزل. انا جاي اقضي اجازه يعني، انا بخرج من القيود والتقاليد بتاعه الشغل بان انا اروح افك، ما هو الشغل تقاليد ووقت ولا لازم بقى فورمال وبدله ومش عارف ايه وشغال في بنك ولا في شركه ولا بتاعه الساعه 8 بقى على مكتبي ومش عارف ايه، فانا باخد الاجازه دي عشان افك كل القيود بمنها قيود اللبس وقيود الشعر وقيود كل حاجه، ان انا رايح افك. احنا عندنا هنا بنفهم ساعات اللي يعني ان انا ابقى بعمل حاجه جامده، طاقة المكان او فايب المكان هي احيانا اللي بتفرض عليك ده، الا هنا بقى، هنا زي ما انت كنت بتتكلم بقى في نقطه مهمه في حته ازاي احنا دخلنا في حته تانية بس دي مهمه والله هنا جدا قوي، يعني ليها علاقه برضو بالفايبز بتاعه المكان، البير بريشر. احنا بقينا الفترات اللي فاتت الاجيال بتاعتنا بقى عندها قدر كبير جدا من البير بريشر اللي هو الضغط المجتمعي، اللي هو انا اللي جنبي لابس ازاي، راكب ايه، بيصيف فين، عامل ايه، اشترى ايه، الحاجه دي بتعجبني ما بتعجبنيش، انا عايزها مش عايزها، بس انا بقيت حاسس بنقص وبضغط ان انا ما عنديش الحاجه دي عشان هو عنده. طب ليه؟ طب انا ليه اروح اصلا مكان وبقطع فيه فلوس عشان اروح اتضغط واكره عيشتي واللي عايشينها عشان انا رايح المكان ده وانا بدفع فيه فلوس اصلا؟ لا انا جاي هنا بلاقي كل حاجه نظيفه، كل حاجه في التوب ليفل في السيرفيس في الكواليتي اللي موجوده، وفي نفس الوقت احنا عايشين حياه طبيعيه يا جماعه، احنا يعني مش نزهه اصلنا، عادي يا جماعه احنا عادي يعني الساحل الطيب جبناه هنا وكل حاجه بقى موجوده فعلا. انا بضغط نفسي وجايب اخر الدواسه عشان ابقى رايح الساحل، لا على فكره انا مبسوط، واديكي شايفه كل البراندز اللي موجوده في الريستورانتس وفي الكافيهات وفي كل حاجه موجوده هنا عادي جدا، والناس مبسوطه وطبيعيه وعادي ومش متكلفه. المكان بجد حلو قوي، والناس زي ما كنت بقول كله بيتكلم، كله يعرف بعض ما يعرفش بعض، كله ماشي بيتكلم مع بعض والناس بشوشه وبتضحك في وش بعض. ده بجد ليه علاقه بطاقه المكان زي ما انت قلت يا ابراهيم، ان هي مفيش اي ضغط، بالعكس كل حاجه سهله. اخيرا خليني اسالك على فكره الترويج للمهرجان ونقل المهرجان مش بس لكل المصريين، لا كمان بره مصر. احنا عاملين بالفعل منتج مبهر مبهر بكل المقاييس، لكن كمان مهم فكرة الماركتينج، ازاي نقلنا فكرة المهرجان، مهرجان بهذا الحجم، مهرجان الأكبر في الشرق الأوسط، ازاي قدرنا ننقله بره؟ بصي أنا هقولك على حاجة توريلك قد إيه المهرجان ناجح. الأوتيلز في الـ في الـ في المدينة كلها فولي بوكت، يعني أنا نفسي وأنا جاي هم عفروا عشان يلاقوا لي أوضة أبقى موجود فيها هنا. الأوتيل اللي أنا نازل فيه بكلم الستاف اللي موجود هناك، واحنا عندنا 23 جنسيه، قعدت اتكلمت مع شويه ناس من جنسيات مختلفه، ناس مبسوطه جدا، مقضيين وقت حلو قوي، حاسين ان هم قاعدين جوه الاوتيل مش عايزين يطلعوا لان كل حاجه متوفره بشكل كويس جدا. فهو بقى ديستنيشن لبعض الجنسيات اللي ما كانتش متعوده. خلي بالك احنا برضو في بعض سنين حتى اخواتنا في دول الخليج اللي كانوا متعودين يقضوا اجازتهم في مصر شويه بقوا بيروحوا لدول اوروبيه، بقى انت رجعتيهم تاني قضوا اجازه الصيف في مصر، بتوفر لهم منتج سياحي كويس جدا. حتى بسؤال المتخصصين عن السياحه قالوا لي الباكج بتاعه العالمين بالنسبه لاي دوله او اي تارجت كلاينت هم بيحاولوا يتارجتوه كشركات سياحه، يعني ان هم يجيبوا جروبس من بلاد معينه، هم عندهم باكج هنا القائمين على العالمين الجديده موفرينها لهم، يعرفوا يبيعوها، مقدمين لهم المنتج اللي يعرف يبيعه وياتراكت بيه الزبون اللي جاي من بره، انه يوفر له منتج كويس جدا بسعر مميز جدا، فسهل على شركات السياحه ان هي تقدر تاتراكت وتبقى جاذبه للزبون او للسائح اللي قبل كده ما كانش بنعرف نجيبه. خلي بالك الساحل ما كانش منطقه سياحيه، يعني الساحل احنا ومش من 600 سنه، يعني ارجعي ورا يعني كان ليها موسم معين اللي كان عايز يجي بيجي ياجر في مكان معين وخلاص، محدود جدا وبيجوا اماكن محدوده قوي ومش بكثره، يعني مش انت النهارده شوفي الاوتيلات اللي حوالينا كم العرب وكم الجنسيات الاوروبيه، لا كتير يعني تحسي كانك موجوده مثلا جنسيات يعني في جنسيات جديده على فكره موجوده. انت انا شفت كمان ناس من الفار ايست، يعني عدد كبير منهم على فكره. ما انا بقول لك كانك مثلا موجوده في شرم الشيخ، موجوده في الغردقه، الشكل ده والباكج دي احنا ما كناش متعودين نشوفها في الساحل. فانت اوجدتي ديستنيشن سياحيه بفوائد اقتصاديه جديده ما كانتش موجوده على الخريطه السياحيه، يعني مثلا لو انت كنت الناس بتوع السياحه بيبيعوا مثلا 10 منتجات هم دلوقتي بقى 11، انت
وفرت لهم منتج جديد بقوا قادرين يبيعوه ما كانش موجود اوريدي على الخريطه السياحيه قبل كده. فطبعا دي حاجه خطيره يعني. المفروض دلوقتي كنت قلت لك اخيرا بس انا عندي سؤالين سرعة جدا. طب ما احنا قاعدين مع بعض. طيب ابراهيم انت هتعمل ايه بكره؟ هتحضر ايه بكره؟ انا بكره ان شاء الله عندنا يوم 31 عندنا تجهيزات لغايه يوم 1 لان يوم 1 عندنا حفله كاس التسعين وعندنا شويه ايفنتس كتيره تانيه. عندنا يوم 1 كمان انطلاق برنامج صباح العالمين هنبقى بنعمل زي راب اب كده انا ولما ان شاء الله كل يوم من 7-8 الصبح نقول للناس ايه اللي بيحصل في مهرجان العالمين, ايه الايفنتس اللي عندنا كل يوم بيومه, ايه اللي حصل امبارح, ايه المفاجات اللي هتحصل. مبروك طبعا دي كلها ليك يا رب, ربنا يعزك يا رب ويحفظك. فاحنا هنبقى في التحضيرات دي كلها بكره. هنزل اكمل دعبسه واكمل مضحره في العالمين عشان اتبسط قبل ما ابسط الناس واقول لهم السعيده يعني. طيب هتحضر كونسرت مين؟ عندنا فاضل لنا عندنا شهر كونسرت كلها اقوى من بعض. بقول لك على حاجه, انا يعني بحضر خلاك في اسماء انا يعني مش عايز احرقها بس يعني احنا عندنا مثلا في اخر شهر اغسطس انا عايزك تحرق على فكره عاملين تورنمنت رياضيه قوية جدا هتبقى مفاجأة فيها فيجرز مفاجأة وعاملين فيها حاجة جامدة جدا. في أسماء كتيرة لسه هتيجي في الفعاليات وفي يعني في حاجة مش عايز أقولها. بس قلنا أي مفاجأة يعني خالص. لا أصل في حاجة ما ينفعش أقولها لأن دي لو اتحرقت هتبقى صعب. بس هو حد من الناس اللي احنا بنفتخر بيهم جدا 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 في المزيكا. فهيبقى حاجة كده جامدة تخيليها مع البحر مع الهواء مع الجو بالبيانو بتاعه هنكسر الدنيا. أنا بحاول أحرق المفاجأة بس مش عارفة بصراحة بس يعني كانت يخلص اللي يدمر المفاجأة أنا ممكن أتحاسب فيها دي بس لا إن شاء الله يعني أنا مش قادرة أفكر بس أنا هعرف الموضوع ممكن أنا أحرقها مش هيبقى لك مشكلة كده. فاحنا لا يعني أنا كده كده بروح أحضر يعني في كل حاجة شوية عشان أبقى أقدر أقول للناس إيه اللي حصل بعد ما أنا أكون شفت يعني ما بقاش بكلم حاجة من غير ما أكون شفتها أو مجرد سمعت عنها على قد ما بقدر لأن في حاجة كتيرة جدا برضو بعيدة. المدينة كبيرة يا جماعة, المدينة أنا كنت فاكر الدنيا صغيرة. لا إحنا بنتكلم على مدينة وناس عايشة وفي جامعة. امبارح كنا في الحفلة بتاعت كود مصر وحمزة وبستان فشباب زي الورد زي العسل كانوا قاعدين في المدرجات تدردش معاهم واحنا بندرس هنا في جامعه العالمين. انا مش مقتنع ان في جامعه وناس بتدرس ففي الدنيا هنا لا حلوه. الراجل اللي بيدرس ده ممكن كمان سنتين ثلاثه يتجوز هنا ويشتغل هنا فتلاقي الدنيا دي بقت مدينه عاشت. شوفي بقى قصه بطاله وتكتلات وتجمعات سكانيه في رقعه اللي احنا اتربينا عليها في المدرسه زي ما احنا بنقول حيز عمراني جديد خالص. في يعني خلينا نقول زي ما بنقول كده بكر في كل حاجه, فرص عمل, في هتلاقي في فرص عمل للزراعه للبنى للتعليم كل حاجه. انت بتبني حياه جديده كامله من اول كم استفادات رهيبه زي ما انت بتقولي. انت بالظبط كده بتعملي حياه في منطقه ما كانش فيها اي شكل من اشكال الحياه, كان فيها الغام. يعني ابراهيم انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده. حاولت اخليك تحكي اي مفاجاه بس لا ما ناديتك انت هتلاقي ممكن بس تكون يعني هتكلمي انت هتكلمي انت وهي فيها. ببارك لك مره تانية طبعا انت ولما ومبروك كمان على البروجرام ولينا لقاءات كتير جدا. انا سبتك النهارده من غير ما تحرق المفاجاه بس بعد كده مش هسيبك. لا انا معاكي في اي حاجه ومع بعض ان شاء الله من هنا لغايه نهايه الفعاليه بتاعه المهرجان لغايه يوم 30/8 ان شاء الله اذا ربنا احنا كينا عمر ان شاء الله. ثانك يو ابراهيم ميرسي. بس انت برجع لك مره تانية وده كان لقائي مع زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد والمتحدث باسم مهرجان العالمين. يمكن اتكلمنا كتير قوي عن المهرجان تفاصيل المهرجان حتى رؤيه اقامه هذا المهرجان بهذا الشكل الضخم والكبير واللي يليق باسم مصر. ولسه متابعين معاكم كمان لقاءاتنا طبعا على مدار ايام فعاليات المهرجان المستمره لغايه اخر شهر 8 ولسه المفاجآت معانا طول الوقت يا بسنت. لكن انا يعني احب بس اوجه رساله للساده المشاهدين بجد اللي ما جاش واللي مفاجاه يقول لنا بوجه نداء اللي عارف المفاجاه يقول لنا فعلا. لكن بجانب المفاجاه يعني بجد يا جماعه جربوا تيجوا هتبسطوا جدا. اللي ما لمش صح ابراهيم هيبسطوا والله يلموا شراطهم جدا جدا والله بكلم ربنا العالم يعني والله فعلا هيجي هيبسط جدا 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 وهيلاقي بقى مفاجآت كتير وفنانين كتير وهيلاقي ابراهيم برضه هيتكلم مع ابراهيم يعني فيها اكتيفيتيز كتير جدا. فنصيحتي يلا يا جماعه الويكند شنطتكم وتعالوا لنا على العالمين. برجع لك يا فزان. شكرا ليك يا جمانة. وعايزه اقول لك اوداكي هنت بسيط قوي قال لك بيانو فانا بتخيل يعني بس مش هحرق برضه انا كمان المفاجاه بس البيانو يعني كشفت شويه ممكن تبقى المفاجاه ايه. كل الشكر ليكي اكيد والزميل ابراهيم عبد الجواد والف مبروك يا ابراهيم المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين.